ايام في امان ويضع هدف الاطمئنان. يا عين عليك يا سيدي، امرك امرك يا سيدي هنا بفرحة الامهات وبفرحة المدرجات. اليمن السعيد اهدافه قديم في الجيت، دون سجل ادي كل اوراقك كل حساباتك، وامامنا هنا الاعياد تنطلق في المدرجات، وعلم اليمن بجواره علم فلسطين، وهدف اول لليمن السعيد اللي دائما اهدافه جديد في الجيد. يا ولد يا عبد الرحمن ضيع فرصتين، لازم يسجل الثالثه، الثالثه ثابته مفيش كلام، الثالثه ثابته هو ده الكلام. تعظيم سلام ليك يا عبد الرحمن، جول واحد لا شيء، واحد لا شيء. منتخب اليمن يعلنها بيضاء، وان شاء الله تكون ليله بيضاء، ان شاء الله تكون ليله بيضاء، هو ده الكلام دائما المنتخب. وان شاء الله تكون الثالثه ثابته، عمل الصح. نركز بقى في التسديد، نركز بقى في الانهاء، نركز في الفينش، ولكن عبد الرحمن لم يعطي كامل الامان للجماهير في المدرجات، ويتيح ايضا بالفرصه الثانيه من تحت اقدام الحارس بقى الحارس موسى العيد. تشكيل الجنب الشمال والعرضيه الارضيه، جول جول جول، مش معقول مش معقول، اول فرصه تضيع وتالق اعجازي اعجازي للحارس مرمى المنتخب السعودي. فرصه كبيره جدا عبد الرحمن الخضر يضيع الكره اللي فاتت، هو مسلسل اطاحه الفرص والنقطه السلبيه، لكن عادل عباس على القائم التالي، وفرصه راحت لاحمد الموشكي، والضغط المتواصل والحصار الذي يفرضه المنتخب اليمني منذ بدايه المباراه. الموشكي عدى لكن من قدامه وضع على طول، يتدخل عبد العزيز العسيري ويكسب فاول من تحت اقدام الموشكي.